هل تورطت البلوجر جليلة المغربية في الأزمة الطارئة التي تعرض لها الفنان تامر حسني وانتهت بانفصاله عن بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية؟ وهل ستكفي التبريرات الظاهرة التي أدلت بها؟ تعالوا نبحث عن إجابة لدى أطراف الأزمة. تعود قصة زواج تامر حسني من بسمة بوسيل إلى قصة حب بينهما خلال علاقة زمالة، ولم تكن علاقة الفنان بمصممة الأزياء المغربية خرجت وقتها عن ذلك الإطار إلى أن أبدى تامر إعجابه بها وتم الزواج. وقتها أعلن تامر حسني حبه لبسمة بوسيل وقال إنها فتاة طيبة من أسرة كريمة، وبدأت مشاعرنا تأخذ مجرى آخر واستمرت يوماً بعد يوم. استمر زواج تامر وبسمة أكثر من 10 سنوات كاملة حتى نهاية ذلك الزواج بشكل رسمي، دون سابق خلافات معلنة بين الفنان وزوجته التي أعلنت خبر الانفصال بقولها وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هذا كلام الله في الزواج والانفصال الذي تم بيني وبين تامر بكل ود واحترام. تامر حسني علق هو الآخر على خبر الانفصال وقال لجمهوره وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد. عبارات الدعاء الذي اختتم بها تامر وبسمة خبر إعلان انفصالهما تركت لغزا محيرا لدى الجمهور، خصوصا وأن تامر اختتم خبر انفصاله عن زوجته الذي أعلنه بشكل رسمي بعبارة ربنا يكتب لك ويكتب لي كل خير، سأظل الأب والأخ والصديق والسند. حيرة الجمهور تفاقمت وقادها سؤال مفاده، إذا كانت تلك الروح الطيبة هي السائدة بين تامر حسني وبسمة بوسيل، فلماذا قرر الانفصال؟ وهل كانت البلوجر جليلة المغربية ورأى ذلك الانفصال المريب؟ الإجابة على ذلك التساؤل تقتضي تتبع موقف المقربين من تامر وبسمة وجليلة على السواء، حيث ربطوا بين علاقة جليلة بتامر وبين انفصاله عن زوجته، مبررين ذلك بأن الفنانة كان على قصة حب مع جليلة وأنها ربما أعدت سحرا للتفريق بينهما، الأمر الذي استفز البلوجر بقوة وقررت الرد على الانتقادات. جليلة برأت ساحتها من تلك الاتهامات وشددت في أول رد مسجل بشأن الواقعة على أنها ليس لها شأن بانفصال تامر حسني عن زوجته، وأدت تحفظها على اعتبار البعض لها أنها شماعة لتحميلها مسؤولية مثل تلك الوقائع. جليلة اعتبرت أيضاً أن انفصال تامر حسني عن زوجته يندرج في إطار القسمة والنصيب، لكنها حيرت الجمهور حينما قالت إنها وتامر 10 سنوات وإنها تكن له احتراماً على المستوى الإنساني، وأخذت البلوجر تدعو لتامر بالخير. السجل السابق لجليلة التي ألمحت إلى أن تامر كان خطيبها يوماً واعترفت بأنه أكثر من تسبب لها في أذى لأنها تحبه، لم يكن ذلك السجل سهلا على الجمهور الذي حمل جليلة مسؤولية ما حدث للفنان. جليلة التي حاولت التبرؤ من أزمة انفصال تامر عن زوجته كانت هي ذاتها مسارا للجدل حينما اعترفت أنها عاشت وتامر قصة حب 11 عاما، لكنها ليست خرابة بيوت. فأي رسالة أرادت البلوجر إيصالها إلى تامر وبسمة بوسيل بعد الانفصال؟ وحده الفنان تامر حسني يعرف ذلك السر، حتى وإن صدر إلى جمهوره بأنه نجح في تنفيذ انفصال آمن. وهل يمكن أن تكون فعلاً وراء هذا الانفصال، أم أنها أرادت استغلال الموقف والظهور على الساحة انطلاقاً من معرفة قديمة بالمطرب المصري؟